وسيم ومازو في مسلسل اللعبة كانوا بيلعبوا ضد بعض، وكان في مودريتور أو شخص بيديهم أوامر، ومع كل مهمة بيكسبوها كان بيبقى في مقابل مادي كبير جدا. فإيه رأيك بقى لو جبنا نفس العناصر دي وعملنا بيها لعبة تانية، بس المكافأة هنا إنك تنتحر؟ 22 نوفمبر سنة 2015، بنت مراهقة اسمها رينا عندها 16 سنة من جنوب شرق روسيا. البنت دي كانت قاعدة على فيسبوك زيها زي أي حد، ورفعت صورة سيلفي كان شكلها غريب شوية. كانت لفة كوفية سودة حوالين رقبتها، ورفع ايديها وصباعها متعور ومليان دم، وكاتبة على الصورة باي باي. وده كان آخر بوست ليها على فيسبوك، لأنها تاني يوم قررت إن هي تقف قدام القطر وترمي نفسها وتنتحر. والأغرب من كده إن في نفس السنة بنت روسية تانية اسمها أنجلينا عندها 12 سنة بتقرر برضه إن هي تنهي حياتها في نفس الظروف الغامضة. البنتين دول قبل موتهم بأيام قليلة كان بيدور كلامهم على فيسبوك عن الرعب والخوف والانتحار، والاتنين كانوا بيكتبوا في بوستاتهم جملة غريبة، كانوا بينهوا كل بوست بكلمة أنا حوت. اهلا بيكم في حلقه جديده من فارماستان. في نوفمبر 2016 في روسيا بيتقبض على شاب عنده 21 سنه اسمه فيليب باديكن. الشاب ده كان متهم بقتل 16 بنت مراهقه على الاقل من دول مختلفه حوالين العالم بطريقه غير مباشره، وكل ده بدفعهم للانتحار من خلال انه صمم لعبه بتخليهم ينتحروا في الاخر. لعبه الحوت الازرق اللي بدات تظهر على الانترنت تقريبا سنه 2013 وانتشرت بشكل واسع في دول كتير حول العالم، اشهرها روسيا والهند وباكستان ودول اوروبا وكمان دول عربيه زي مصر والجزائر. في البدايه كانت مجرد لعبه مسليه على الانترنت تم بيها الأطفال والمراهقين والشباب الصغير، لحد ما جينا سنة 2016 والجدل بدأ يزيد شوية حوالين اللعبة دي، والصحافة بدأت تتكلم عنها والعيون بدأت تتفتح عليها بشكل رسمي، وده لأن اللعبة تورطت في إنها بتشجع الناس على الانتحار وتحولت من لعبة مسلية للعبة مميتة. في جريدة روسية اسمها نوفايا جازيتا نشرت تقرير بتقول فيه إن في خلال الفترة من نوفمبر 2015 لأبريل 2016، يعني في فترة أقل من 6 شهور، كان في حوالي 130 طفل أقدموا على الانتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق. وده لأن اللعبة بكل بساطة عبارة عن مجموعة من التحديات بتتحدى فيها اللعبة المشترك على مدار 50 يوم، وكل يوم بتطلب منه حاجة معينة بيعملها، ويوم ورا التاني خطورة التحديات بتبدأ تزيد، وتبدأ اللعبة إن هي تزق المشترك إنه يؤذي نفسه بطرق مختلفة. طيب لو أنا بلعب لعبة الحوت الأزرق، إيه اللي يجبرني على تنفيذ الحاجات دي؟ ما أنا ممكن لما ألاقي أي مهمة تأذيني أو تسبب لي أي مشاكل إن أنا أرفضها. احب اقول لك ان كان غيرك اشطر، لان مع بدايه الاشتراك في اللعبه بتعهد اللاعب على السريه التامه وانه مش هيخرج اي سر هيحصل له لاي حد تاني، وبعدها بتبدا نقاشات سريه ما بينه وما بين المودريتور او الموجه بتاع اللعبه. والحقيقه ان التحديات دي كلها مش واضحه بالنسبه لنا بصوره كامله، لانها بتتغير من لاعب للتاني تبعا لشخصيه كل واحد، لان اللي يقبله شخص ممكن يرفضه شخص تاني. بس اشهر المهمات اللي اللعبه دي تطلبها ان اللاعب يعور نفسه بطريقه معينه، زي انه يرسم خطوط طوليه على ايده بآلة حاده، او يطلب منه مثلا انه يرسم صوره حوت على ايده، وبكده بيعلن ان هو جاهز يبقى حوت ويبقى قد التحدي. في بقى بعض المهمات التانيه اللي بيطلبها منك، زي انك تطلع مثلا على سطح بيتكم الفجر وتقف على السور، او انك تتسلق على مكان ما بارتفاع معين، ده غير فيديوهات الرعب اللي اللعبه دي تبعتها للمشتركين وتطلب منهم ان هم يصحوا من النوم مخصوص تحديدا الساعه 4 وربع الفجر عشان يشوفوها، لان الانسان في الوقت ده تحديدا بيكون تفكيره مشوش وسهل انك تزرع في عقله اي فكره. وبعد كل تحدي بتعمله بتبعت صوره او فيديو يثبت ان انت عملت التحدي، وتستمر التحديات لحد ما تنتهي في اليوم ال50 ان اللعبه تطلب منك الانتحار. خلينا نسأل سؤال مهم، ايه اللي يخلي واحد داخل لعبة عشان يتسلى توصل بالنتيجة في الاخر انه يموت نفسه؟ النوع ده من الالعاب اسمه الالعاب النفسية او سايكولوجيكال جيمز، وده بيكون عبارة عن تلاعب بافكار الشخص ومشاعره للوصول لهدف معين او للسيطرة عليه وعلى تصرفاته، سواء بقى كان بهدف ايذاء الشخص ده بدنيا زي لعبة الحوت الازرق، او لاي هدف تاني زي الانتقام منه او الاستدراج ولتنفيذ حاجة معينة هو رافضها. يعني بمعنى صح انك بتمسك الشخص تعمل له غسيل مخ، بتغير نظرته لحاجات معينة وتخليه يشوفها زي ما انت عايز، وبناء عليه تخليه يتصرف بالطريقه اللي انت اخترتها من غير ما ياخد باله، وده بيسمى في علم النفس مانيبيوليشن او التلاعب، وده بيكون ليه اشكال كتير. يعني مش شرط الالعاب النفسيه تكون العاب بالمعنى الحرفي زي لعبه الحوت الازرق كده، ده ممكن يكون في العاب نفسيه في علاقاتنا الاجتماعيه او العاطفيه او حتى في علاقات العمل، زي مثلا ان حد يلعب بافكارك عشان يحسسك دايما بالذنب او شكاكك في نفسك او حتى يقلب الترابيزه عليك. فطالما في تلاعب في الافكار اذا هي لعبه نفسيه. في الالعاب النفسيه دايما بيكون في طرفين، الطرف الاول هو المسيطر او المانيبيوليتور، وده اللي بيلعب افكار الشخص الثاني اللي بالمناسبه ممكن يكون بينفذ التعليمات بدون وعي منه. اما بقى الطرف الثاني هو الضحيه او المسيطر عليه، وده بينخرط في الالعاب النفسيه ويبدا ينساق لطريق معين وهو مش عارف ان بيتم التلاعب بيه. وقد يكون الطرف المسيطر عليه ده مش مجبر نهائي على استمرار في التضحيه او حتى على استمرار العلاقه، لكنه ما بياخدش خطوه ايجابيه لانهاء التلاعب بيه، وده لان في جزء جواه بيكون متقبل وحابب
حابب اللعبة لأنها بتلبي احتياجات نفسية معينة عنده وعايز يثبت لنفسه حاجة من خلالها. يعني ملخص الكلام ده كله إن ممكن طرفين اللعبة ما يكونوش عارفين أصلا إن في لعبة نفسية دايرة بينهم. لكن في لعبة الحوت الأزرق كان مصمم اللعبة دي طالب في كلية علم النفس، فكان عنده المعلومات الكافية اللي تخليه يقدر يتلاعب بمشاعر الناس اللي قدامه ويسيطر على أفكارهم ودماغهم، وكان بيعمل ده عن عمد لدرجة إنه قال في أحد التحقيقات إنه كان قصد يدفع الأشخاص دول للانتحار في الآخر. وده كان باين من تسمية اللعبة بالحوت الأزرق، لأن في ظاهرة غريبة عند الحيتان إنهم بيحبوا يسيبوا نفسهم للمية تجرفهم ناحية الشط في محاولة منهم للانتحار، والظاهرة دي اتسمت باسم انتحار الحيتان. لو وصلت معانا في الحلقة لحد هنا، حابب أقول لك إن لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناة فارماستان على يوتيوب وما تنساش شغل الجرس. هتلاقي تحت الفيديو زرار اسمه سوبر ثانكس لو حابب تدعم القناة مادياً. يلا بينا نكمل الحلقة. فيليب عمل اللعبة دي لأنه كان شايف إن مش كل الناس تستحق الحياة، وإنه بينقي المجتمع من ناس مش هتفيده، عشان كده هو دايما بيختار ضحاياه بعناية. طيب هي اللعبة دي الناس عرفتها ازاي؟ مبدئيا كده اللعبة دي ملهاش ابلكيشن تعمل لها مثلا داونلود من اب ستور او جوجل بلاي، ولا حتى ليها لينك معين ممكن تدخله من خلالها، وده لان اللعبة نفسها هي اللي بتختار الضحايا، بتبعت لهم لينك انفايت او دعوة تخش من خلال اللينك ده على اللعبة. ودي الطريقة اللي كانت اللعبة بتستهدف بيها الضحايا بتوعها اللي اغلبهم من اطفال ومراهقين، خصوصا اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية وبيدور كلامهم دايما على فيسبوك عن الاكتئاب والقلق والانتحار. ومن هنا اللعبة بتبدا تشوف انك فريسة سهلة وان الانتحار هو هدفك من البداية، وتبدا اللعبة عشان يوصلك لهدفك. فلو حللنا تحديات اللعبة هنلاقيها عبارة عن أربع مراحل. أول مرحلة التحفيز. في المرحلة دي اللعبة بتبدأ تكون علاقة قوية بينك وبينها، تطلب منك الولاء وتحسسك إنك داخل على حاجة مهمة جدا، مش مجرد لعبة كده والسلام. وبعدها بتخش على المرحلة اللي بيبدأ فيها موجه اللعبة إنه يلعب على حاجة في نفسية الإنسان اسمها سيكولوجية الخوف أو فير سيكولوجي. الخوف هو استجابة نفسية طبيعية للمؤثرات الخطيرة أو المجهولة حوالينا، وده شعور طبيعي وموجود عند كل الكائنات الحية. والشعور ده كمان بيتورث وبيتنقل من جيل لجيل، عشان انت لو خفت هتحافظ على نفسك من المخاطر وهتضمن استمرار نسلك على قيد الحياه. يعني مثلا لو كان الفار مش بيخاف من القطه وبيجري لما يشوفها، كان زمان كل الفئران انقرضت من زمان. فالخوف بنسب معينه بتكون حاجه صحيه، وبرغم كده الا اننا دايما كبشر بنحاول نتنصر من الخوف. فتخيل اني بوصفك بالجبن وبطلب منك دايما تتغلب على خوفك، وبطلب منك تحدي لو نفذته هتبقى شجاع وتعرف تعمل اي حاجه. فلما تجيلك فرصه زي دي قبل ما تفكر هتقوم عشان تنفذ التحدي، عشان تبدا تتخلص من كل مخاوفك. وهو ده الاوردر اللي اللعبه بتديهولك على مدار التحديات المختلفه، وده بقى اللي اللعبه عايز توصل له في النهايه، انك ما تخافش من اي حاجه وتحب كمان انك تجرب الموت. فلما الانسان بيتعرض لاي موقف مخيف بنلاقي ان الجسم بتاعنا بياخد نوعين من الاستجابات. النوع الاول هو النوع الفيزيائي اللي بتحس فيه بضربات القلب سريعه، تعرق، ارتفاع ضغط الدم، الحاجات دي كلها. وبعدها بتلاقي جسمك اوتوماتيك بيتصرف في حاجه من الاثنين، فايت اور فلايت، يعني يا تواجه يا تجري. اما بقى تاني نوع من الاستجابه هو الاستجابه النفسيه، او الطريقه اللي المخ بيتعامل بيها لما بيتعرض لموقف مخيف. الغريب بقى ان في حاله الخوف بنلاقي ان مخنا بياخد نفس الرياكشنات اللي بياخدها في حاله الفرح، يعني بيفرز تقريبا نفس النواقل العصبيه. فبالتالي في بعض الاحيان ممكن تلاقي ان الخوف شعور ممتع، وده بيكون نفس المبدا بتاع افلام الرعب، انك بتستمتع رغم انك خايف. عشان كده في بعض الناس اللي بنسميهم ادرينالين سيكر او الباحثي عن الادرينالين، والناس دي بيستمتعوا بالرياضات الخطيره اللي زي الباراشوت مثلا او بالعاب الملاهي الصعبه، وده بسبب ان الاحساس ده بالنسبه لهم ممتع رغم انه مخيف. فده بقى اللي اللعبه بتحاول تعمله، انها تخليك عايز تقرب من الحاجات الخطيره وتجربها، زي مثلا ان هي تطلب منك انك تتسلق جبل عالي شديد الارتفاع، او انك تقف على حافه كوبري، حاجات كلها خطيره ومميته بس فيها ادرينالين زياده. فلما جسمك ياخد الكميه دي كلها من الادرينالين بتبدا تحس ان انت مبسوط وعايز تجرب تاني، وده هيوصلنا لتاني مرحله في اللعبه وهي مرحله التعود. الهدف هنا من المرحله دي انك ما تبطلش لعب. ايه اللي ممكن يخليك تكمل في تنفيذ مهمات صعبه ومميته وخطيره وتعرض حياتك للخطر من غير ما تحس؟ اول حاجه طبعا هو اللعب على روح المنافسه. اي مراهق بتقول له مجرد كلمه تحدي ده بيخليه مش عايز يخسر ولا ينسحب. وتاني حاجه بيلعب عليها موجه اللعبه هو حاجه اسمها ريورد ميكانيزم او اليه المكافاه، وده نظام في المخ بيربط محفزات معينه ومواقف معينه بشعور ايجابي محبب بالنسبه لك، لان الموقف ده بيحفز افراز هرمونات معينه بكميات كبيره اشهرها الدوبامين، فيبدا مخك يحس بالمتعه والنشوه. فلما تحس بالمتعه والنشوه المخ بيبدا يقول لك لما يحصل الموقف الفلاني اكيد هتبقى مبسوط، فاوعى تبطل تعمله. وده بقى بيحصل امتى؟ لما بتعرض نفسك لحاجه خطيره وتطلع منها سليم، فبتحس انك منتصر وشجاع وتبقى عايز تكرر الشعور ده تاني وتلعب تاني. وعلى العكس بقى لو فكرت في يوم من الايام انك تبطل لعبه، بيكون في ترهيب شديد من الموجه وتهديد بالعقاب. وفي المرحله دي كمان اللعبه بتسهل على المشترك انه يؤذي نفسه، وده لانها اكتر مرحله بيكون فيها تحديات مؤذيه بدنيا زي الجروح اللي اللعبه بتطلبها من المشترك انه يعملها في جسمه. فاذا
النفس او السيلف هارمنج مش حاجه سهله ابدا على صاحبها، لكنها بتكون نابعه من الم نفسي شديد. فبعض الناس بتقول ان هم بيحولوا المهم النفسي لالم جسدي عشان يبقوا مرئي للعين ويقنعوا نفسهم ان الالم اللي هم حاسين بيه ده مجرد جرح سطحي شويه وهيروح، وان الجرح ده هو سبب الالم مش الجرح النفسي العميق اللي عندنا. فبيحسوا ساعتها ان هم فرغوا طاقه معينه وحسوا بشيء من الراحه النفسيه رغم الالم الجسدي. بعد ما خلاص الشخص ما بقاش خايف من حاجه وبقى مستمتع باحساس المغامره، وده لان اللعبه بتلعب على حاجه اسمها حد الالم او بين ثري شوت. يعني مثلا لو في دبوس وجيت شاكتك بيه هتحس بالالم اول مره، لكن لو مسكت نفس الدبوس وشاكتك مره ورا الثانيه هيبدا احساسك بالالم يقل لحد ما هيبقى حاجه عاديه خالص. فلما توصل للمرحله دي يبقى حد الالم اترفع، فبقيت تقدر تستحمل الم اكبر. فاللي انا وصفته لك ده هو واحد من تحديات اللعبه، لانها فعلا بتطلب من المشتركين انه يغرز عدد معين من الابر في جسمه بطريقه معينه، وده زي ما بيعلي حد الالم بيعمل حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن او تقليل التحسس، ودي معناها انك بتعتاد الالم مش بيأثر فيك لا نفسيا ولا بدنيا. فكره الجرح بالنسبه له هنا هتبقى حاجه عاديه ومنظر الدم ما بقاش مخيف، وده بيبدا يحسسك ان انت ماشي صح وبتنجح في التحدي. اما بقى ثلاث مرحله في اللعبه، مرحله التجهيز. في المرحله دي المشترك بيكون وصل لحاله نفسيه شديده من الاكتئاب والعصبيه والتوتر، وده بيخلي اللعبه تسيطر عليه اكتر ويبقى تقريبا منساق ليها بشكل كلي. وفي المرحله دي تحديدا اللعبه بتحاول اقتلاع الشخص من المجتمع وبتشتغل على انها تعزله عن كل اللي حواليه، لدرجه ان في تحدي من التحديات بتطلب فيه منك انك ما تتكلمش مع حد نهائي لمده معينه، والعزله اللي بتبدا تحاوطه هنا بتخلي السيطره عليه اسهل بكتير، يعني بمعنى صح بتستفرد بيه. فبالتالي الانعزال بيبدا ياثر على الحاله النفسيه والمزاجيه للشخص بشكل كبير، وكمان بيبدا ياثر على مستوى الادراك، لان مخنا بيحتاج للتواصل باستمرار عشان يفضل دايما في حاله يقظه. عشان كده الشخص بيكون شبه مستعد انه يستقبل اي اوامر من اللعبه، وبعدها بتبدا تدور مناقشات سريه بين الموجه واللاعب، وبتبقى التحديات هنا عباره عن انك تشوف فيديوهات معينه تحسك على قتل نفسك، لحد ما فكرة الموت تبقى أمر مسلم بيه عند اللاعب وبيتم إقناعه إن هو ده الاختيار السليم. فبتبقى دي المرحلة اللي لو كسبتها هتكسب التحدي كله. وفي النهاية اللعبة بتبلغ اللاعب بتاريخ اليوم اللي هيموت فيه نفسه والطريقة اللي هيموت نفسه بيها. ومن هنا بنوصل للمرحلة الرابعة، هي مرحلة النهاية. المرحلة دي ما فيهاش رجوع، لأن اللعبة بتسأل المشترك إذا كان مستعد للموت أو لأ، والمفروض إن لو موافق يكتب بالجرح كلمة يس على رجله. وحتى لو كان الشخص هنا مش مستعد يقتل نفسه أو مش حابب الفكرة، فبنلاقي إن بعد فترة من السيطرة عليك اللعبة بيكون عندها معلومات تخص كل حياتك، وإنك لو ما نفذتش الأوامر وأنت حارت هتأذيك وتأذي عيلتك بطرق مختلفة. فطبعا تحت الضغط النفسي الرهيب والتهديد اللي بيتعرضوا له المراهقين دول اللي اصلا ما يقدرش يستحملوا انسان بالغ، بيبداوا ان هم يسمعوا الكلام، وساعتها بيعملوا زي مارينا وانجلينا عملوا في نفسهم وانهوا حياتهم. في النهايه حابين نقول ان لعبه الحوت الازرق ما هياش اللعبه الوحيده من نوعها اللي سببت حالات انتحار او حالات ايذاء للنفس، لان كلهم كانوا بيستخدموا نفس الطريقه للتلاعب بالافكار والمشاعر، وده يخلينا نعرف ان التلاعب بنفسيه الانسان وبعقله هي حاجه في منتهى الخطوره، عشان كده كان لازم نتعامل معاها بمنتهى الحذر. ولو كنت واقع في لعبه نفسيه زي لعبه الحوت الازرق، حاول على قد ما تقدر انك تهرب وانت لسه على البر، عشان كل ما هتمشي اكتر هيبقى الرجوع اصعب. اشوفكم الحلقه الجايه. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناه فارماستان على يوتيوب وما تنساش تشغل الجرس. هتلاقي المصادر تحت الفيديو، هتلاقي معاهم الاكونت الشخصي بتاعي على انستجرام لو حابب تتابعني بشكل شخصي. تابعنا باستمرار وكن مواطن في جمهوريه فارماستان. السلام عليكم.